مساء الخير مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر مباشرة من الدار البيضاء وبالضبط من أمام ولاية أمن الدار البيضاء. في هذا الأثناء الجميع ينتظر وصول الطفلة ياسمين اللي كانت اختفات في المحطة ديال ولاد زيان هذه قرابة واحد الأسبوع، حيث غتم إلقاء القبض على المختطفة بمدينة مكناس، والعائلة ديالها والناس اللي تبعوا هذا الملف كلهم كينتظروا وصول الطفلة ياسمين من أجل تسليمها إلى الأم ديالها، الأم ديالها اللي كتواجد دابا داخل مكاتب ولاية أمن الدار البيضاء عند الناس ديال الأمن. وحسب واحد السيدة من العائلة ديالها تواصلت معها كتقول بأن السيدة فرحانة واحد الدرجة لا تتصور، وكتشكر جميع الناس اللي وقفوا معها بما فيهم الناس ديال الامن والناس ديال الصحافة. كيف كتابعوا معنا ودائما حاسب نفس المصدر، فالطفلة تم العثور عليها في صحة جيدة رغم انها فارقت ام ديالها وهي لازالت رضيعة. لمدة أكثر من 10 أيام تفاصيل أكثر تجدونها على موقع على قناة شوف تيفي بعد قليل. شكرا على تتبعكم هذا المباشر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.